الترايجيمينال نيرف يا شباب هو لا يحمل، يعني الترايجيمينال نيرف ما بيبقاش جايب الاوردرز من او با ما بيبقاش جايب بارا سيمباثيتك اوردرز. يعني الترايجيمينال نيرف زي انت شايف كده جاي ابيض اهو، خلاص كده. الفكره بقى انه لما نيجي نبص مثلا هنا، الترايجيمينال نيرف بيدي مثلا اوفالميك، بيدي ماكسيلري، بيدي مانديبولار، صح؟ وبيدي حاجه اسمها بري جانجليونيك برانشز، او بيدي حاجه اسمها جانجليونيك برانشز بتعلق التيرجو بالاتين جانجليون. دلوقتي انا مثلا كجريتر بتروزال نيرف احمل امر بارا سيمباثيك، انا اخري هنا، اخري هنا عند التيرجو بالاتين جانجليون، فانا محتاج موصلاتي يوصل لي بقى الاوامر، يوزعها لي بقى، يروح بقى للاكريمال جلاند ويروح للبلاطين. فبعتمد على مين؟ بعتمد على برانشات الترايجيمينال. وبالتالي يا شباب لازم نفرق قوي ما بين دور الترايجيمينال من ناحيه، ودور الفيشال نيرف والجلوسو فارينجال نيرف من ناحيه تانية. الجلوسو فارينجال نيرف والفيشال نيرف دمت النيرفات اللي جايبه الاوامر الباراسمبثوي، دي اللي فعلا جايبه الاوامر الباراسمبثوي. بس النيرفات ديت عيبها ايه؟ ان هي ما تقدرش توصل بنفسها للجلاندات، لازم تعتمد على موصلاتي. فبتعتمد على مين؟ بتعتمد على برانشات الترايجيمينال، خلاص كده. وبالتالي يجي سؤال ام سي كيو مهم قوي، يقول لك ايه؟ ان الترايجيمينال نيرف او الترايجيمينال برانشز بتحمل الاوردرز او بتحمل الاوامر اللي جايه من الفيشال نيرف والجلوسوفارينجال نيرف. الكلام ده يا شباب كلام كبير، الكلام ده كلام ادفانسد، الكلام ده كلام حلو، ممكن يجي في الامتحان لو يعني لو عايز يعني، طبعا ده كلام تربيطات جامده يعني، خلاص كده. طيب فمش عارف اذا كانت ممكن تيجي ولا لا. وهنا يمكن يا شباب حتى نفهم من خلال لما نيجي نبص على الجانجليون مثلا زي التيرجو بلاتين جانجليون. التيرجو بلاتين جانجليون هي تعتبر ريلي او محطه ما بين الجريتر بتروزال نيرف وما بين برانشات الترايجيمينال، وده يمكن يفهمنا اكتر فكره الريلي. في هذه المحطه اللي هي محطه التيرجو بلاتين جانجليون، انت مش واخد بالك، انا غادرت نيرف اللي هو الكوردا تيمباني وانطلقت في مجموعه نيرفات تانية زي الانفرا اوربيتال وزي اللينجوال. والفارق انه الجريتر بتروزال نيرف هو يعتبر نيرف من الفيشال نيرف، خلاص كده، بينما الانفرا اوربيتال والبالاتين نيرف دول برانشات من التيرجو بالاتين جانجليون. طبعا الانفرا اوربيتال ده برانش من الماكسيلاري، والبالاتين نيرف ده برانش من التيرجو بالاتين جانجليون. يعني قصة كده طول شرحها، لكن يعني ممكن نقول مجازا كده انه الترجو بلاتين جانجليون هي محطة فاصلة ما بين نيرف يعتبر تابع للفيشال نيرف والنيرفات التابعة للترايجيمينال. برضو لما نيجي نبص هنا مثلا على جانجليون تسمى الاوتيك جانجليون، واللي بيحصل عندها ريلي للاوامر اللي رايحة للباروتيك جلاند، وده يمكن موضوع شرحناه مع الباروتيك جلاند نيرف سبلاي، شرحناه مع الاوتيك جانجليون. هتلاحظ هنا انه عندها بيحدث هناك ريلي، امر بيبقى جاي من عند الجلوسوفارينجال نيرف اللي هو كرينيال نيرف رقم 9، وبعدين الامر ده بيحمل على نيرف تاني خالص، بيحمل على حاجه اسمها الاوريكولو تيمبورال نيرف. والاوريكولو تيمبورال نيرف ده كان اصلا برانش من الترايجيمينال، الاوريكولو تيمبورال نيرف برانش من الترايجيمينال، وتحديدا كمان اللي هو المانديبولار برانش اوف ترايجيمينال. ما هو في ديت اللي هي الترايجيمينال، وثلاثه ديت اللي هي المانديبولار برانش. وبالتالي انا هنا عملت ايه؟ انتقلت، الامر انتقل من مواصله لمواصله تانية، ماشي؟ انا انتقلت هنا من قطر مثلا عمومي لمواصله تانية اصغر شويه. وهنا بص، انا عندي، انا عايز دلوقتي مثلا، انا هنا راكب قطر اهو كبير اهو وركاب راكبين، عايز انزل بقى في المحطه هنا وابدا اتوزع بقى على محطات اصغر. يبقى انا انتقلت هنا مثلا من القاهره لطنطا، وبعدين نزلت طنطا وابدا اركب مواصله بقى صغيره، ماشي، توصلني على بقى الحته اللي انا عاوزها، حته اصغر شويه. فدي فكرة الريلي، محطات كلها، خلاص كده. طيب برضو نفس الفكرة هنا، لما نيجي نشوف الفيشال نيرف بيدي الكوردا تيمباني، والكوردا تيمباني بيبدأ ان هو ينزل ينزل ينزل، يروح يوصل لمحطة الصاب مانديبولار جانجليون، ماشي. وخلي بالك كان هنا حتة شاكة قوي، كنا ساعتها نقول ان الكوردا تيمباني بيبدأ ان هو ينزل بزاوية خمسة تقريبا 45 درجة، ويخش مع، ينضم مع حاجة اسمها اللينجوال نيرف، واللينجوال نيرف ده كان بيروح للتانج او بيروح للسان، خلاص كده. وقلنا ساعتها انه اللينجوال نيرف ده مش بيبقى بداخله تيست سنسيشن، ومش بيبقى بداخله بارا سيمباثيتك اوردرز، انما بياخدها من مين؟ بياخدها من الكوردا تيمبلي، خلاص كده. طيب يمكن بس هنتكلم عن الايه، الفرق ما بينها وما بين الايه، النيرفات